اهلا بيكم طلاب الصف الرابع. هنحل اخر حاجة عندنا في البوكلت، تدريبات على الوحدة الثالثة. اول سؤال عندي كلمة دولية متجددة اهدار استهلاك زراعة. سوء استخدامنا للموارد المتجددة يعرضها للاهدار، يعني اهدار او تلوث. المياه من الموارد الطبيعية المتجددة اللي مش بتخلص خالص. اتفاقية حقوق الطفل من الجهود الدولية اللي عملتها الأمم المتحدة. الحرفة التي تنتشر في المناطق الفيضية اللي جنب النهر يبقى الزراعة. وآخر حاجة انفاق النقود لشراء الحاجات يسمى الاستهلاك. تاني سؤال، صوب مساعدة أفراد الأسرة في بعض الأعمال تعد من حقوق الطفل. هي مش حقوق طبعا، هي واجبات، زي المذاكرة من الواجبات، زي الالتزام بالقواعد والقوانين واجبات. ما تقوم به الدولة لتلبية احتياجات السكان يطلق عليه سلعة؟ لا، يطلق عليه خدمة. السلعة دي احنا الناس اللي بنعملها، انما الخدمة الدولة هي اللي بتعملها. نتيجة نمو السكان وظهور التكنولوجيا المتقدمة ظهرت المدن السكنية، لا اسمها مدن ذكية. الموارد المتجددة، طالما متجددة غلط يبقى على طول غير متجددة. تستخدم السيارات التي تعمل بالبنزين لحماية الهواء من التلوث. هي مش بالبنزين طبعا، هي بالغاز الطبيعي. السؤال الثالث، اختيارات أي من الشخصيات الآتية أثرت على الاقتصاد؟ طه حسين، لا طه حسين كان شخص كفيف وكان عميد الأدب العربي. طلعت حرب، طبعا طلعت حرب اللي هو عمل بنك مصر. سيد درويش المؤلف والمغني، وجمال حمدان اللي كان بيألف الكتب اللي ليها علاقة بمصر. حياة هدفها ترشيد استهلاك موارد البيئة. حياة سياحة مستدامة ولا تنمية مستدامة ولا حياة مستدامة ولا طاقة مستدامة؟ كلمة حياة يبقى حياة مستدامة. آخر صفحة، إنشاء مصر أكبر متحف للآثار في العالم يعد من الخدمات البيئية ولا التعليمية ولا الصحية ولا الثقافية؟ هي الثقافية. لم تكن الإعاقة مانعا لحصوله على لقب الأدب العربي. ده مين؟ طه حسين اللي هو كان عميد الأدب العربي. يقصد آلاف السياح قرية الحرانية بسبب اشتهارها بصناعة الفخار ولا النسيج ولا الخيامية ولا الزجاج؟ صناعة النسيج، الخيامية في شارع الخيامية، والزجاج في جراح. محافظة الدقهلية تشتهر بصناعة الزجاج ولا الفخار ولا الخيامية ولا النسيج؟ طب احنا اخدنا ثلاث صناعات، قلنا الزجاج في جراح، الفخار في أسوان، الخيامية في شارع الخيامية، تمام، وقلنا النسيج في الحرانية لسه قايلينها فوق. طيب مين في دول في الدقهلية؟ الفخار في أسوان يبقى مش أكيد فخار، الخيامية في القاهرة يبقى هي الزجاج اللي هو جراح في الدقهلية، والنسيج برضو الحرانية في القاهرة أو في الجيزة تحديدا. تحرص الدولة على إنشاء مدن جديدة لإحياء الحرف اليدوية، مثل مدن جديدة مثل الروبيكي ولا السادات ولا العبور ولا أكتوبر؟ ما أخدناش غير الروبيكي اللي هي بتاعة الجلود. صنف الموارد الطبيعية في الجدول، عندي موارد متجددة وغير متجددة، وعندي بترول ورياح وفحم وشمس. مين فيهم متجددة؟ الرياح والشمس، وغير متجددة اللي هي البترول والفحم. كده نكون خلصنا تدريبات البوكلت كله والترم الأول. كل سنة وانتم طيبين.